للمزيد ينضم إلينا من لندن مراسلنا عمرو المنير. عمر، كيف تتفاعل لديك أصداء اعتزام الحكومة البريطانية حجر العائدين أو القادمين للبلاد 14 يوماً؟ نعم، ليس هناك وضوح، هناك تساؤلات كثيرة عن هذا الموضوع، وخصوصا أن بوريس جونسون سيعلن ذلك غدا. الفكرة هي في أنه كيف سيكون للمسافر القادم من الخارج أن يبقى في عزل صحي وهو ربما يتحرك إلى مدن أخرى غير لندن أو غير المدينة التي نزل فيها مقدما. الشيء الآخر أن هذا الإجراء الذي تأخر كثيرا جدا، ربما معظم الدول العالم بدأت هذا الإجراء منذ أكثر من شهرين، بريطانيا الآن تريد أن تأخذ هذا الإجراء كاحتراز للتخوف من موجة ثانية لفيروس كورونا، وأيضا صناعة الطيران بشكل خاص وصناعة السياحة بشكل عام في بريطانيا تتأثر كثيرا بمثل هذا. فمن يريد أن يأتي إلى بريطانيا وعليه أن يبقى لمدة أسبوعين في عزل صحي مفاجئ، مع أن معظم الدول الأوروبية الأخرى الخاصة بالسياحة بدأت بالفعل إجراءات تخفيف الإغلاقات كما حدث في كل من إيطاليا وإسبانيا وغيرها من الدول الجاذبة للسياحة. بريطانيا، الحكومة البريطانية ستواجه الكثير من الضغوط، وخصوصا أن التخفيف في الإغلاق سيكون في نطاق محدود جدا وليس كما يتوقع الكثيرون، وهناك أيضا انتقادات كثيرة لأداء الحكومة ولماذا تأخرت جدا في هذه الإجراءات المختلفة، سواء على مستوى الإغلاق أو سواء على مستوى اختبارات الفيروس نفسه. وأيضا لا تزال تعاني المستشفيات من نقص كبير في معدات ومستلزمات الوقاية الصحية لقطاع العاملين في الصحة، وخصوصا أن هناك أكثر من 400 ألف وحدة من الحماية الوقائية التي أتت من تركيا ولم تستسلم الحكومة لأنها لم تكن بالمواصفات القياسية المطلوبة الكافية لحماية الأطقم الطبية المختلفة. شكرا جزيلا لك مراسلنا من لندن عمرو المنيري.